مساء الخير. تقدر تقلي ليه جايين تزعجونا بهالساعة؟ معقول نحن نقدر نخطف بنت غصب عنها؟ لا تتدخلي، الزلمة عم يقوم بشغله. هاي الغرفة؟ لا أبداً. ولو يا معلم، هاي غرفة نومنا الخاصة. أنا فهمت هالشي، لازم نفتش فيها. لو بتفهم معنى غرفة النوم الخاصة ما كنت بتطلب هيك شي. احترم خصوصيات البيوت. شوفي بهالغرفة، كانت هالغرفة لأبنا وما فيها شي غير ذكرى أبنا. لا ما بسمح لك. أنا بعتذر منكم، أنا فكرت إنه في شيء تاني. نحن قلنا لكم إنه ما في شيء بهالبيت، ليش ما عم تفهم؟ أوف، ريحة البصل، كان رح ينتبه الرجال ويلقطني. رهف الجديدة. والله تشرفنا، وأنا علي الجديد. يا ربي دخيلك، ليش كل النسوان هيك؟ بعتت رسالة وأكيد رح تتصل. يعني ليش بعتت لي صورة سدت ما فيها؟ لك شو بدي ساوي مع هالبنت؟ شو رح تطلب مني هلأ؟ ألو، بعت لك رسالة وصلت؟ وصلت بس هيك؟ ما عندي للزيل أرد لك على رسالتك. كنت بعت شي وردة؟ عندي صبارة بيمشي الحال؟ الحق علي، اتصلت لأعتذر بس غيرت رأيي هلأ. بعد إذنك، ممكن تطلب من الزلمة تبعك طبعا اللي هو أخي مشان ياخدني على البيت؟ ممكن يا أبضاي؟ لك إن شاء الله تروحي لوين ما بدك يا رهف. خلاص عملي اللي بدك يا، أنا ما عاد دخلني. مراد، فيني شوفك هلأ؟ أنا تعبان كتير رهف، وآخر شي ممكن فكر فيه هلأ أني شوفك. يلا اصبحي على خير. لك شو هالبنت هاي؟ لك ما في حدا هون؟ معقول يكون صار معهم شيء؟ شغل الضوء منشان يعرف انه اجينا. حاجة حكومة للأغبياء، ولا تشغلوا اي ضوء. انت هون معلم؟ تعرفوا لي عنوان سليم الروسي هلأ؟ منروح بكرة الصبح معلم. انا قلت لك هلأ. حاضر. كل المصريات هون، بتقولوا للشباب هاي إكرامية من خاله، بتسلموهم مصاري لإيده وبتقولوا لهم أي ساعة تسليم البضاعة. نحن شو إن علاقة بخاله؟ يلي برش أكتر رح نتعامل معه، مفهوم؟ بس هيك ما رح يتركنا كفاح. حبيبي أنت فكر بهالمصاري، ما حدا بيطلع له شي. اسمعوا، إذا انكشفنا أو فشلنا وإجت الشرطة ومسكت شي حدا، ما حدا المسؤول غير خاله، ونحن ما لنا علاقة، مفهوم؟ ماشي معلم، مثل ما بدك. تفضل ابني. شو هالحكي؟ فوت. ما كنت حابب ازعجكم بهالوقت. خالي نازك فوق؟ ايه ابني فوق. منقعد هون بلا ما تنزعج خالي نازك من كلامي. ماشي، فوت نشرب شاي لكان.
لو كان علي عايش يعني ما مات، وإذا كان بيحبني بدي أعرف إذا رح يجي ينقذني من هذا الوضع. مو أنا ورطت حالي مع المافيا؟ إذا كان علي عايش ولساته بيحبني رح ينقذني، ولا نشوف مين بيحب، بيحبني أنا ولا بيحب وطنه؟ أنا رح قرر مين بحب، إذا كان علي ولا غيره، علي ولا غيره. ما عم بعرف اتصرف مع النسوان. ليش شو عملوا معك؟ عملوا يلي عدوي ما عم يقدر يعملوا. بس ما تكون زعلتهم بالاول. لا بس ما عم افهم، او بجوز مو بقصدي، يعني انا ما بحب زعلهم. انا بدي اياهم يبعدوا عن حياتي مشان ما يتعرضوا لاي اذى بسببي. ما بدي حدا يلمس شعره منهم. انا اكل همهم وهن ما عم يفهموا علي وعم بيزتوا حالهم على النار بعنادهم هاد. ما بعرف شو بدي ساوي. اتركن ليحترقوا؟ انقذتن اكثر من الف مره وداويتن وبعدتن عن النار، وبرجع بشوفن عم يرموا حالهم بالنار. اذا كنت ما عم تقدر تمنعهم ابدا طفي النار. طيب كيف بدي طفيها؟ اساسا مو انا يلي شعلتها. انت ما فيك تطفي النار يلي برا اذا ما طفيت النار يلي جوا. والله ما بعرف شو بدي ساوي يا بابا عمر. رهف عم تغلط كتير، وجنان عم تشتغل مع جماعة سيئين. لك كل البنات اللي بعرفهم عنيدات وبيغلطوا دائما. بقول بلا ما اتدخل فيهم، بس ما بقدر ساوي هيك. انا ما رح اسمح انهم يتأذوا بنوب. تعالي يا بنتي. ما لقيت خالي نازك فوق، فكرتها هون. صفية؟ هو انت شو عم تساوي هون؟ انت شو عم تساوي هون؟ فهمتني هلأ بابا عمر؟ خالو لساته عايش؟ ايه عايش عايش. ليك بتشوف صورته هون. الله يمد بعمره. بتجهزوا البضاعة. السيد خالو ما بده اي مشاكل. كلمة السر اسمي انا، بس اجوا بتسلموهن البضاعة. المهم وصلني حقي. يجي يلي بده البضاعة وما لي علاقة بأي شيء. شو لك علاقة إذا رجعت ولا لا؟ لك كيف شو لي علاقة؟ نحن كم مرة حكينا يا صفية؟ أنت بتعرفي شو وضع أهلك، ومع هيك بتهربي من البيت وما بتحسي بنتائج هالشي. قلت لك جماعة بابا اجوا، ما لاقوني وراحوا فورا، أكيد ما رح يرجعوا لهون. لك هيك شغلة ما فيها مزح بنوب. إذا ما رجعتي معي هلأ على البيت رح تتسببي بأذى لهالجماعة. ومين رح يأذيهم؟ أبوكي يا خانم. أنا رح أحكي معه وبقول له لا يعمل لهم شي ولا يأذيهم. أنتِ ما عم تفهميني ولا رح تفهميني. الشغلات يلي عم بتصير مو مثل ما عم تفكري أو مثل ما بدك. رح تتسببي بضرر لجماعة بريئين بسبب دلالك. بس أنا بوعدك يا صفية، إذا رجعنا سوا بوضح لهم الموضوع ورح يسمحوا لك تيجي لهون أيمتى ما بدك. لا تعذب حالك بالحكي، أنا رح ضل هون، وأيمتى ما حبيت إجي لهون رح إجي، وما حدا له علاقة فيني. صفية، إذا كمشتك من إيدك هلأ وأخدتك لبيت أهلي غصب عنك رح تنبسطي؟ لا. معناتها روحي بكيفك. بس ما إلك حق تعاملني هيك. وما إلك حق تتسببي بأذى هالجماعة. قومي البسي. السيد خالو بيسلم عليكم. معناتها رجع على السوق. شاف الخال انكم رح تتبهدلوا، قال لحاله لارجع. ما فهمت ليش لا ياخذ البضاعة منا. ما في داعي تفهم، اهتم بالمصاري. بتجهزوا البضاعة وبتسلمها للي رح يقول لك اسمي. بدنا
بتمنى انك ترجعي لعنا بنتي، بس بتخبري اهلك؟ اكيد رح ابعت لك هالثياب بكره. لا ليش هيك عم تحكي؟ كثير لايقين عليكي. عن جد خالي بتشكركم كثير. تصبحوا على خير. انتبهوا منيح يا ابني. كنا تعشينا سوا وبعدين رحتوا يا اولاد. ان شاء الله مره ثانيه. كيف بتتصرف معي هيك قدام هالجماعة طيبين؟ كيف بتسمح لحالك؟ يلا امشي قدامي. شوي شوي شبههم طايرين هيك. المعلم مراد؟ يا ترى مين هاي البنت اللي معه؟ أنا هون على طول، بس يقولوا اسمك بسلمهم البضاعة. كتير منيح، السيد خالو بيتشكرك. وأنا ببوس له إيديه. صالح سيد خالو مع كفاح، مو إيه؟ أنت شو إلك علاقة؟ خالو بده البضاعة ورح يدفع لنا. هلأ خاطرك. مع السلامة. ليش عم تسوق بسرعة؟ ما فيك تسرق أكتر؟ ايه تكرمي. انت ما بتخاف تعلق بشي مشكلة مع الشرطة؟ اذا مسكتني الشرطة بمخالفة سير ما بنضر، بياخدولي الشهادة وبس. تعرف كيف قبضوا على الكابوني؟ كيف قبضوا عليه؟ بمخالفة ضريبية، وبعدين ما طلع من الحبس بنوب. شو عم تقري تاريخ المافيا؟ كمان رح تمنعني عن هالشي؟ لك انت ليش مصرة ما تفهمي؟ انا شو بعرف عنك لأمنعك او ما امنعك؟ يعني انت بدك تعرفني؟ لا. وليش لا؟ بالبنات يلي بعرفهم مو مخلص. شو طبيعة علاقتك ببابا؟ مثل علاقة أبو وابنه. ليش من إمتى بتعرف بابا؟ مو من زمان. كيف صرتوا قريبين بهالوقت القصير؟ أنا ماني قريبة مثلك. لك لا لي قريب ولا شي. أنت دغري بتصدقي؟ هلأ قلت أبو ابنه. عم نمزح. وليش لا تمزح مع ناس ما بتعرفهم؟ حاولت أتعرف عليك وحضرتك رفضت. حابة تحكي لي عنك؟ يلا عم اسمعك. يا لطيف شو شايف حالك؟ اي على البنات بشوف حالي. ليش؟ لأنهم ما بيعرفوا حدودهم أبدا، وبأول فرصة بينتقموا منك لأنك كنت لطيف معهم. يعني مزعوج من صاحبتك؟ أنا ما عندي صاحبة. ليش؟ مشان ما تخسر حياتها. انت عم تبالغ كتير. شيلينا من هالموضوع ولا تنسي شو قلت لك. ابوكي مو كل مره رح يسامحك. وليش لحتى تجي هاي البنت لهون؟ بنت كتير حلوه ومهذبه وكتير محترمه وكتير لطيفه، بس هي ما عندها رفقات ابدا وحبت نكون رفقاتها. ما عندها رفقات وعم تتفتل مع مراد؟ بجوز كان عندها كتير رفقات لوقت تعرفت على مراد. مراد ما عرفكن على بعض؟ لا بابا عمر. وليش لا يعرفني عليها؟ أنا شو بدي منها يعني؟ مو ناقصني غير يجيبها لعندي على المكتب. أوه منيح. يلا خلصنا من الزواج. إذا بدهم يحكوا بصيروا بيحكوا عنهم وأنا برات هاي القصة. بكرة بيخطبوهم، بكتبوا لهم كتابهم، وبعدين بيجوزوهم. وليش غيراني على مراد كل هالقد يا بنتي؟ أنا عن جد مو غيراني ماما نازك. أنا زعلانة كيف بيمرق من جنبنا وما بيسلم علينا. بلكي ما شافكن يا بنتي. كيف أنا شفته هو ما شافني بابا؟ بيشوف اللي بده إياه وما بيشوف رهف لأنه ما بده. أنا ما قصدت إني أزعجك ماما. لا تعملي هالشي مرة تانية يا بنتي. لا تروحي وتتركيني مرة تانية صفية. ماما أنا رح أختنق. ليش حابسيني؟ بابا ما عم يخليني أعمل شي. صفية لما بدك تروحي لأي مكان بس خبريني إلي ماشي.
حابة أعرفك على هالجماعة قديش طيبين، وهنن كمان فقدوا ابنهم مثلك. ليكي شوفي شو هدول. دفعت المصاري للكل يا رشاد؟ طبعا معلم. أعطيتهم من هالمصاري؟ مثل ما أمرتنا يا معلم. ولك خالو أنا أكلت من مصرياتك وأنت أكلت من مصرياتي، مو هيك؟ نزل المصاري المزورين على السوق، بس دير بالك منيح، ما بدنا نبتلي، بيع بسعر رخيص. ليش هالمصاري مزورين؟ هلأ معقول خليل إبراهيم يزيد مصاري هيك؟ انتبه لا تحترق. ايمتى رح تجمعوا البضاعة؟ الصبح بكير. انتو خليكن نايمين، لا تهتموا بالبضاعة. بس دفعنا كتير مصاري معلم. مو المصاري إلي يا ابني، أنا حر فيها. معلم دفعنا مصاري للجماعة وفي اتفاق، شو رح يصير فينا إذا ما رحنا؟ أنتوا إذا رحتوا بعرف شو رح يصير فيكم. بس هن سلمونا أول بضاعة وكانت ممتازة. ولك هدول جماعة كفاح، كفاح. هن عم بيفكروا يخبروا عن بضاعتنا مشان يفضحونا. يوه يسلموا إيديك. روح اجمعوا البضاعة فورا وبتخبروا الشباب يحطوا طحين جوات الكيس بدل الحشيش. مين هالجماعة؟ وليش لحتى بنتي تروح لعندن؟ ما عم افهم. بعرفهم لهالجماعة منيح، ومستحيل انهم يأذوا نملة، بس لازم نخبر صفية خانم بخطورة الشي اللي عم تعمله مشان ما تعيدها مرة تانية. ما رح نخبرها بأي شي، وما عاد تطلع من البيت بنوم. اسمع يا سيف، ما بدي تسمحوا لي تطلع برات البيت بنوم. أنا هذا رأيي، بس حتى لو حبسناها جوا أوضتها ما رح يأثر هالشي على صفية. أنا ما بدي أتدخل بهالشغلة ولا بأي شغلة، حتى لو كانت لبنتي. في موضوع كتير مهم لازم احكيكن اياه. بنت السيد ضيا بين ايدين الروس. خطفوها الروس؟ لا، هي اللي عم تتعامل معهم. مراد، لمين الخطة؟ للبنت ولا لضيا؟
عد للثلاثة عم تفهم؟ اترك سلاحك. 1 2 لساته بالتحقيق. هو مو جاي ليعمل معكم مشاكل، هو فكر انه انتو خطفتوني وانه رح تأذوني، مشان هيك اجا لهون. رح نعرف كل شيء. شو رح تعملوا بميماتي؟ نسرين خانو، نحن متعودين بنظامنا ما في مسامحة، وكل شخص بيغلط بيدفع ثمن غلطته. ميماتي ما له علاقة بنظامكم هاد، هو اجا لهون كرمالي وبسببه انا هون موجودة هلأ. بتمنى انه تتركه يروح. نسرين خانو، اذا بدكم نتعاون مع بعض في عندي شرط واحد بس، لا بتقتلوا ميماتي ولا بتأذوه. ما رح يصير اتفاق بدون هذا الشرط. حياة ميماتي مقابل اتفاقنا. بنظامنا ما في اي تعاون معنا بشروط. لا في. هالمرة رح تسمحوا للشخص اللي بدكم تقتلوه انه يعيش، وبعدين رح تاخدوا اي شي بدكم اياه مني. بدك توعدني انه ما تقتل ميماتي سيد سليم. وعد. ولك هذا طحين. أنا طلبت منك رأس شخص يا ضيابيك. خذ الرأس اللي بدك إياه، أنا شخصياً ما رح أحمي رأس أي حدا بتطلبه، ومثل ما بيعني لك مراد هلأ صار بيعني لي أنا نفس الشيء. مراد على مدار عم يساوي كتير مشاكل معكم باسم محمد قرخانلي، رح تسامحه على هالشي؟ أنا بحياتي كلها ما سامحت حدا يا كفاح، والسبب يلي خلاني إجي لعندك منشان تجمعني أنا وإبراهيم أهيز كلا، عندي موضوع أحكي معه. مشان موضوع بنتكم؟ بنتي نسرين راحت لعند السيد إبراهيم بسببي أنا. أنا ما كنت بدي بين موقفي تجاه هالشي، بس هلأ إجا الوقت ليعرف الكل موقفي منيح، وأولاً أنت، وبعدين أنا بدي صير أتعامل مع الروس يا سيد كفاح. سيد ضياء، علاقتك مع إبراهيم أهيزكلا بس مشان تبين ردة فعلك على محمد قرخانلي؟ بمجال الشغل ما في غير أنا وأنت وبس، ورح نتحرك مع بعض. المرحوم خسرف آغا كان أخي كمان. شو في يا أخي؟ وين البضاعة؟ أي بضاعة؟ ما عندي أي شيء،
كل شيء بملكه موجود بهذا البيت. الصوبيا ليش مو مشغلة؟ لأنه الكهرباء أوفر يا معلم. ليش حاطط الطحين هون ولك؟ في حدا زدت لنا الطعم، حط طحين مشان يهرب بالبضاعة الحقيقية. عم يقولوا انه خاله رجع على السوق معلم. شو عم تقول؟ عماد تفضل يا معلم. يا ترى هدول الاخوة السود معقول ما يكون عندهم اخوة باوروبا؟ عماد عدد البودوسيين باوروبا مو كبير كتير، بس في بعض المناطق بيطلع عددهم تقريبا 5000 شخص. 5000 يكفونا وزيادة. لو باع كل شخص كيلو واحد بيطلعوا 5 طن. البودوسيين ما بيفهموا بهالشغل لأنه مخوفين كتير. يلي بيخاف ما معه مصاري. خلينا نكرم إخواننا السود اللي هونيك يا عماد، ويشوفوا بلدهم التاني شو رح يعطيهم. أكيد رح ينبسطوا هون كتير، وإذا أعطينا لك واحد منهم شي سلسال ذهب بيطلعوا على السلسال اللي برقبتهم وبيقولوا ما في أحلى من الذهب على السود. وإمتى رح نسوي هالشي معلم؟ بعات الطيارة وجيب لي أفهم شخص فيهم، بجوز شخص أو 5 أو 15. بدي منك تقلهم المعلم خاله رح يعمل جولة بأوروبا. أنا رح نظم لك هالجولة. طب هنن هدول ما بيشتهروا بشي؟ مثل شو؟ مثل المخلل او نوع من الجبن او نوع فواكه او شي شاي خاص، يعني معلب، شغله موجوده بمكوكو وما بتلاقي مثلها بكل العالم. ناخدها معنا على اوروبا بعد ما نكون مخبينها بباجاج الطياره بدون ما حدا يشوفنا لحتى نوصل. خليهم ينبسطوا لما يشوفوا شغله من بلدهم. في عندهم نوع سكر قصب بينمص بالتم. عرفت المصاصة السودة؟ أنا رح ساويهم أغنياء كتير. عماد، طيب النسوان السود كيف بيكونوا؟ أحسن من البيض؟ جيب لك شي وحدة يا معلم. لك خليل شو عم تخرف؟ أنا اطلعت على عرضكم ونحن أخذنا قرار بخصوص هالشي. نحن ما فينا نساوي هالشي هلأ ولا بأي طريقة. بس هيك رح تصعب علينا الأمور. بس أنا بفضل أنه أنتوا يلي تباشروا بهالعمل بدل الروس وما تتدخلوا مع أي حدا منوب. وغاية الروس واضحة تماما، وكل زعماء المافيا صاروا رجال أعمال. لازم نلاقي لكم أسماء لحتى تقدروا تنزلوا على السوق وتشتغلوا بدون ما حدا يحس عليكم. نحن منوهدكم انه ما نحطكم باي مواقف صعبة. تركيا بلدنا التاني، نحن بحاجة للمصاري اللي رح نربحها منشان ندعم المقاومة. وانا لهالسبب رح خليكم تقابلوا شخص كتير مهم انا بعتمد عليه. بس اذا ما خيب لي ظني هالمرة رح تقدروا انتوا انكم تنزلوا على السوق فورا، بس عن طريق هذا الشخص. مين؟ السائق محمد ياردرلي. انا. ما بيمشي حالك بهالشغل بنوب، روح من هون. بس انا شو عملت يا معلم؟ لك انت ما عملت ولا شغله مزبوط ولا هلا بحياتي كلها ما شفت مثلها. يلا روح شوف لك شغله تانية.
أكرم قرجايش. أنا معلم. قالوا جماعة الأمن إنك كتير منيح، برافو. ما عندك سوابق، كاتبين إنك شوفير ممتاز وكتير فهمان. الحمد لله. بس جماعة الجمارك مزعوجين منك، ما بتمر من عندهم بدون ما تدخل هدية، هدية لأمك، هدية لأبوك، حتى دخلت موبايل لأبنك للي عم يرضع مشان طلع لي شي قرشين يا معلم. بس أنا ما فيني اشتغل مع واحد مثلك نوب. يلا مع السلامة. شو هاد يا؟ شو هالغبي عبدين؟ جاب لي برنامج خربان؟ ولك ما عم يصير أي شي؟ هيك ما رح نعرف نشتغل أبدا أساسا. الله يلعن هالشحنات والساعة اللي أخذتهم فيها. نعم معلم. شو هالتخبيص عبدين؟ شو في معلم؟ أجهزة المراقبة يلي ركبناها للشحنات ما عم تشتغل. وليش لحتى ما تشتغل؟ هي أسكى مني ومنك. لا تحكي هيك واحترم حالك عبدين. من الصبح قاعد قدام الكمبيوتر ما عم يصير شي. معلم ممكن تبقى معي على الخط شوي؟ الياس طلع حرك الشاحنة. ماشي معلم. ومين هذا الياس سيد عبدين؟ أنا شغلته معنا، من ملاتيا، من أرب جيري، اسم أبو محمد، أمه عائشة. شاب بيعجبك، ملفه كتير نظيف، ما في عنده سوابق، رجال أبضاي، يعني كتير منيح بالشغل. ولك أنا شو بدي بهذا الياس؟ عم قلك الجهاز معطل. إذا ما اشتغل الجهاز أنا ما عاد بدي هدول الشحنات، حرقوهن، أعطيهن للشوفيرية، ما عاد بدي إياهن. معلم بعرفك معصب هلا، بس روق شوي. عبدين في شي عم يصير بالكمبيوتر؟ ما في شي عم يصير، الشاحنة تحركت هلا. كيف بده يشتغل الجهاز والشاحنة واقفة بالكراج؟ وليش ما بتحكي انه الشحنات واقفة بالكراج؟ انا صار لي من الصبح قاعد عم راقب الكمبيوتر هيك على الفاضي؟ عم يراقبوا الشحنات فهمنا، بس يا ترى هنن بيعرفوا كل الطرق اللي بالعالم؟ والله ما عم افهم كيف كانوا عم يراقبوهم. هالشغلة مثل الجراثيم اللي بحياتي. طيب كيف رح يراقبوهم بكل ثانية؟ مراد جاي لهون يا حسن. ايه سيدي، اذا كان عندكم وقت بدي اخبركم باخر تطورات قضية علي جاندان ولأي نقطة وصلنا. عرفتوا شي عن طفولته؟ سيدي نحن وصلنا لمعلومة كتير غريبة، حكيت مع الجراحين يلي استخدمناهم قبل وبعد وفاة علي جاندان، وتبين لي شغلة وخاصة بالفترة يلي توفى فيها. خبروني الجراحين يلي بيشتغلوا معنا ما حدا عمل عملية تجميلية بهي الفترة. طيب وشو الشغلة الغريبة يا حسن؟ في جراح واحد ما وصلت له، وحسب ما عرفت انه هالجراح بعد وفاة علي جاندان او بعد فقدانه بفترة عمل عملية تجميلية لشخص. وين هالجراح هلأ؟ بعد ما عمل هي العملية بفترة صغيرة توفى بسكتة قلبية. ومين هالجراح اللي بيموت بسكتة قلبية؟ هنن أكتر الأشخاص اللي بيحافظوا على صحتهم. بس هلأ تبينت الأمور، أصلاً عمل له عملية تجميل وغير له وشه. شو يعني إنك تروحي لوين ما بدك؟ وإنت شو عم تساوي بابا؟ أنا ما عم بفهمك. أنا عم حاول أحميكي يا بنتي. شو يلي ما عم تفهميه؟ برات هالبيت في خطر كبير، وأنا ما رح كون متسامح معك إذا عملتي مثل هيك شي مرة تانية. أنت عم تحكي مثل ابنك. أي ابن؟ أنت وابنك بتضلوا تحكوا نفس الشي قدامي. أنت شو عم تحكي يا صفية؟ عن جد أنت ومراد مثل أب وابنه. وليش عم تحكي هيك؟ مزح بابا، مزح. لا تمزحي قدام حدا، بيفكروا كلامك جد. معناتها خليني ارجع لكندا. وهالشي مستحيل. طالما ما فيني عيش مثل ما بدك بنوب، انا عم خليك مزعوج وانا عم بنزعج مثلك؟ مو لازم نلاقي حل لهالشي بقى؟ انا بدي روح على بيتي بابا.
بس بيتك هون يا بنتي. عال إذا هذا بيتي معناتها فيني روح وأجي مثل ما بدي. اسمعي يا صفية. بابا أنا مو رفيقتك بالشغل وأنا مو مضطرة لحتى أتفق معك. بدل ما عم تحط قوانين لتحبسني لازم تلاقي طريقة تبطل تصرخ علي، ورح ساوي اللي بديها. السيد ضياء وقع بالفخ اللي حفرناه. وشو طلباته؟ هو ما بده شيء. أعلن الحرب على محمد قرخانلي وهو عم يستعمل بنته مشان تتقرب من إبراهيم أهيزكلا. ضياء ذئب كبير وكتير خطير، في عنده سفينة بكل مينا، ورح يضحي ببنته ليوصل للي بده إياه. قول لجماعتك إنهم ما يزعجوا ضياء وأعطوه بنته قبل ما يطلبه. صفقة كبيرة، ولا تخلوا البنت بين ايديهم مشان ما يحاولوا ينقصوا حالهم ويهربوا. وانت قلي شو مربحك من كل هالعملية يا آغا؟ محمد قرخانلي لازم يندم على اللحظة اللي ولد فيها وراح حد امبراطوريته كلها، وحتى بيته ما راح خلي غير الأحجار تشهد انه هذا كان بيت. أنا وفيت بغالي والشباب ما رح يقتلوا ميماتي. ممكن شوفه اليوم؟ بس هالشي مستحيل. ليش بقى؟ عرفنا أنه ميماتي إجا لهون بس منشان يقتلك. يقتلني أنا؟ بس لا تخافي من هالشي، لأنه الشباب كسروا رجليه الاثنين ونبهوه أنه ما عاد يفكر يلاحقك بنوب أو يسبب لك أي أذى، وما راح يرجع لهون مرة تانية. إذا ضربناه أكثر من هيك راح يموت. حملوه زدتو برا شي حويت الزبالة.